مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا طلاب مدارس الأندلس، الطلاب الأعزاء، طلاب المرحلة التاسعة. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اليوم بمشيئة الله عز وجل سوف نبدأ عام دراسي جديد، ومع الدراسات الاجتماعية والوحدة الأولى والدرس الأول. الوحدة الأولى شباب نتحدث عن وحدة جغرافيا. الوحدة الأولى موضوعها العوامل الباطنية، العوامل الباطنية المؤثرة في تشكيل سطح الأرض. لدينا عوامل باطنية بطيئة وهناك عوامل باطنية سريعة. اليوم سوف نركز على الحركات الباطنية البطيئة، وهذا هو عنوان درس اليوم. عنوان درس اليوم الحركات الباطنية البطيئة المؤثرة في تشكيل سطح الأرض. هيا بنا يا شباب نتعرف على أهداف درس اليوم. الهدف الأول لدينا اليوم أن يستنتج الطلاب العوامل الباطنية المؤثرة في تشكيل سطح الأرض، ثم يعرف الطلاب المقصود بالحركات الباطنية. هيا بنا نتابع الفيديو، ثم نريد من كل الطلاب اكتشاف بعض أشكال سطح الأرض. في البداية قبل الاستماع للفيديو شباب، أنا محتاج كل طالب ورقة وقلم، بجوارك ورقة وقلم والكتاب إن وجد. بارك الله فيكم، هيا بنا نستمع إلى الفيديو القصير. عوامل تشكيل سطح الأرض. لقد خلق الله الأرض وجعلها مستقرا للإنسان، وجعل التنوع والاختلاف والتكامل هما أساس الحياة عليها. هل سطح الأرض كله مستوي؟ سطح الأرض ليس كله مستويا، بل تظهر فيه أراضي مرتفعة وأراضي مستوية وأراضي منخفضة، وتعرف هذه الظاهرة باسم التضاريس. وتنقسم التضاريس إلى المرتفعات والمنخفضات. المرتفعات هي الأجزاء التي تعلو فوق مستوى سطح البحر، مثل الجبال والتلال والهضاب، بينما المنخفضات هي أجزاء من اليابس تنخفض انخفاضا واضحا عن الجهات المحيطة بها، سواء كانت تقع في جهات ساحلية أو جهات داخلية مثل الأودية والسهول. أولا المرتفعات. 1- الجبال. هي أرض مرتفعة من سطح الأرض، لها قمة ويزيد ارتفاعها على 1000 متر فوق مستوى سطح البحر، مثل جبال الألب في أوروبا، جبال الهيمالايا في آسيا، جبال الإنديز في أمريكا الشمالية. 2- التلال. هي أجزاء مرتفعة من سطح الأرض تشبه الجبل، ويقل ارتفاعها عن 1000 متر فوق سطح البحر، مثل تل المقطم في مصر. 3- الهضاب. هي مناطق واسعة من الأراضي المستوية أو شبه المستوية، ويزيد ارتفاعها على 500 متر فوق سطح البحر، وتنحدر من الجانبين وتشبه في شكلها المائدة، مثل هضبة التبت في آسيا، هضبة الصحراء الكبرى، وهضبة إثيوبيا في إفريقيا. 2- المنخفضات. تنقسم المنخفضات إلى السهول والأودية. 1- السهول. هي أراضي منبسطة لا يرتفع مستواها عن 500 متر عن مستوى سطح البحر، مثل السهول الفيضية والسهول الساحلية. 2- الأودية. هي أراضي منخفضة مستطيلة وضيقة، وتحف بها المرتفعات على جانبيها مثل وادي النيل في مصر. أشكر أبنائي شكرا جزيلا على حسن الاستماع والإنصات. وأنا كنت طلبت من كل الطلاب إحضار ورقة وقلم وفتح الكتاب. يا شباب نفتح الكتاب على صفحة رقم 10. أمامكم 4 صور، واللي فتح الكتاب أمامه أيضا نفس الـ4 صور اللي موجودة على شاشة الكمبيوتر.
عندنا الصورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. أنا محتاج كل الطلاب بعد الاستماع للفيديو اللي فات إن هو يشوف ويكتب أسماء هذه الأشكال، أشكال سطح الأرض. بارك الله فيكم، كأني أسمعكم وكأني أسمع الإجابات. بارك الله فيكم. الشكل الأول يا شباب هو عبارة عن جبال مثل جبال أطلس، أما الصورة الثانية مسطحات مائية مثل وادي نهر النيل اللي موجود في مصر. الصورة الثالثة لدينا سهول مثل سهول دجلة والفرات، أما الصورة الأخيرة الرابعة فهي هضاب، أحسنتم، مثل هضبة نجد. بارك الله فيكم أحبتي. بعد الاستماع إلى الفيديو أنا يعني محتاج إن الشباب يفكروا شوية. إحنا اتفقنا إن سطح الأرض ليس سطحا مستويا، بل هناك أشكال ومرتفعات، وهذه المرتفعات تختلف في ارتفاعها. سوف أطرح سؤال من الشكل الذي أمامك الآن: العوامل الباطنية المؤثرة في تشكيل سطح الأرض، يعني كيف تم تشكيل سطح الأرض بقدرة الله عز وجل؟ هناك أسباب، ما هذه الأسباب الباطنية التي تكون داخل سطح الأرض؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. لدينا عاملان بقدرة الله عز وجل. العامل الأول حركات بطيئة، حركات تحدث ببطء، أما العامل الثاني بارك الله فيكم حركات سريعة، يعني حركات تحدث بسرعة. طيب إذن الحركات البطيئة، لو أنا طرحت سؤال آخر وقلت ما هي هذه الحركات البطيئة؟ ما هو توقعات أبنائي الطلاب بالحركات البطيئة التي شكلت سطح الأرض؟ تحدث، وخلي بالنا إن هذه الحركات البطيئة تحدث أين؟ فوق سطح الأرض ولا تحت سطح الأرض؟ نركز في العنوان، العنوان مكتوب العوامل الباطنية، يعني في باطن سطح الأرض، باطن الأرض. الحركات البطيئة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول هو أحسنت الانكسارات، والثاني الالتواءات. أما الحركات السريعة، بارك الله فيك، البراكين والزلازل. إذن لدينا الآن الصورة واضحة تماما، عوامل باطنية بطيئة وأيضا عوامل باطنية ولكنها سريعة. عوامل بطيئة وعوامل سريعة، أنا أكرر لكي نفهم ويعني نحفظ معنا. العوامل البطيئة الانكسارات والالتواءات، أما السريعة تحدث بسرعة بركان أو زلزال، البراكين والزلازل. طيب مرة ثانية أبنائي الأحباء بصورة أخرى نلخص ما فهمناه: العوامل الداخلية، عوامل داخلية سريعة وعوامل داخلية بطيئة. السريعة زلازل وبراكين، أما البطيئة التواءات وانكسارات. أحبتي في الله، الآن نفتح الكتاب صفحة رقم 11 ونحاول جاهدا، نحاول بالورقة والقلم التي طلبت منكم في بادئ الحصة أن نحضرها بجوار الكتاب ونبحث عن ما المقصود بالحركات الباطنية البطيئة. نعم أنت، كل طالب يتوكل على الله ويفتح الكتاب، وفي خلال دقيقة دقيقتين سوف تستطيع أن تلخص وتصل إلى مفهوم الحركات الباطنية البطيئة. هيا بنا نتعاون، بسم الله. الحركات الباطنية البطيئة هي حركات تحدث في باطن الأرض، قلنا من قبل أنها في باطن الأرض، ولكنها تحدث ببطء خلال فترات زمنية طويلة. إذن هنا نقطتان مهمتان: البطء تحدث ببطء، وأيضا تحدث خلال فترة زمنية طويلة، طويلة جدا، آلاف آلاف بلايين السنين، وينتج عنها أشكال بقدرة الله، أشكال مثل الجبال، أشكال الهضاب والسهول وغيرها من أشكال سطح الأرض. أولا قال تعالى: والأرض ذات الصدع،
هذه آية. نطرح سؤال، وقبل طرح السؤال أحب أن ألفت أنظركم إلى هذه الصورة ونسمع الآية مرة ثانية. والأرض ذات الصدع. السؤال: ما دلالة الآية الكريمة؟ يعني ماذا يقصد ربنا عز وجل؟ تدل على حدوث تشققات وحدوث انكسارات في القشرة الأرضية. إذن الانكسارات هذه بقدرة الله عز وجل، ولا يوجد شيء في الكون صغير كبير إلا بقدرة الله عز وجل. تعالوا يا شباب، ما المقصود الآن بالانكسارات؟ أمامنا في خلال دقيقة واحدة بطاقات عديدة، نريد أن نرتب هذه البطاقات لكي نصل إلى التعريف الصحيح للانكسارات. أحبتي في الله، هيا بنا. ما شاء الله، كأني أراكم الآن وأنتم تمسكون بالقلم وتكتبون بالورقة وتجمعون هذه البطاقات. أحسنتم. أول بطاقة: كسر يحدث، أحسنتم، في الصخور الصلبة للقشرة الأرضية بسبب ماذا؟ بسبب، أحسنتم، قوة شد أو الضغط الرأسية. مرة ثانية، إذن الترتيب الصحيح هو كسر يحدث في الصخور الصلبة للقشرة الأرضية بسبب قوة الشد أو الضغط الرأسية. هذا هو المقصود بالانكسارات، كسر في الصخور الصلبة. في الصخور يا شباب، نركز، في الصخور الصلبة ليست اللينة. إذن الكسر يحدث في الصخور الصلبة، فين؟ في القشرة الأرضية. لماذا؟ بسبب قوة الشد أو الضغط الرأسية. ننتقل للجزئية الثانية: ما هي أنواع الانكسارات؟ نفتح الآن يا شباب الكتاب إن وجد معكم، صفحة رقم 12، وننظر ونتأمل في الصور. احنا اتفقنا مع بعض عندنا تأمل، التأمل في الصورة الأولى والثانية. أنواع الانكسارات لدينا الصورة الأولى ولدينا الصورة الثانية والصورة الثالثة. كل صورة لها عنوان أو لها خاصية، نوع من أنواع الانكسارات. الأولى هي الانكسار العادي، نقول هذا انكسار عادي عندما يكون الحائط العلوي إلى أعلى والحائط السفلي إلى أسفل. الحائط العلوي يكون جهة اليمين إلى أعلى والحائط السفلي جهة اليسار إلى أسفل، هنا يكون انكسار عادي. طب النوع الثاني، ماذا يوحي لنا هذا الشكل يا شباب؟ أحسنتم، شكل الدرج، شكل السلم. نعم، هو بالفعل شكل سلمي، شكل سلمي، هبوط، هبوط دائم، هبوط. هذا الشكل يسمى شكل سلمي. أما الشكل الأخير فالمتأمل في الشكل الأول يجد أن الشكل الأخير الثالث عكس، أحسنت، عكس الشكل الأول، معكوس. لماذا؟ لأن الحائط العلوي هنا إلى أسفل، أما في الشكل العادي الحائط العلوي كان إلى أعلى. المعكوس يكون الحائط العلوي إلى أسفل، أما الحائط السفلي هذا يكون مرتفع. إذن أشكال الانكسارات ثلاث: منها العادي، ومنها السلمي، ومنها المعكوس. هيا بنا أبنائي نشاهد في ثواني معدودة هذا الفيديو، وأتمنى أن ينال إعجاب حضراتكم أبنائي الأعزاء. وندون، يجب في كل مرة شباب الطالب الهمة، نحن نركز دائما على الهمة العالية. احضر معك ورقة قلم، دون الملاحظات والمعلومات الجديدة. 2. الجبال الانكسارية، وهي جبال نتجت عن حدوث انكسار في طبقات القشرة الأرضية، ومن أمثلتها جبال البحر الأحمر، وهي تمتد على جانبي البحر الأحمر، تتكون من عدة مرتفعات في الجناح الإفريقي،
تعرف في مصر والسودان باسم جبال البحر الأحمر، الجناح الأسيوي، وتعرف في السعودية بأسماء عديدة منها جبال الحجاز وجبال عسير. اليمن باسم مرتفعات اليمن. جبال الشام تمتد على طول الساحل الشرقي للبحر المتوسط في سوريا ولبنان وفلسطين، تتكون من سلاسل جبلية تحصر بينها مجموعة من السهول، والتي تجري فيها عدة أنهار مثل نهر الليطاني في لبنان، نهر العاصي في سوريا. وهناك أيضا تكون الأغوار والخلجان مثل خليج العقبة وغور الأردن. ويقصد بالخليج هو امتداد مائي ضيق داخل اليابس، ومعنى الغور في اللغة هي الأرض شديدة الانخفاض، وتعرف منطقة البحر الميت بالأردن أنها أشد مناطق اليابسة انخفاضا في العالم. وهناك أيضا الخوانق مثل خانق نهر كولورادو، حيث معنى كلمة خانق هو مجرى نهر أو جزء منه، يتميز بأنه شديد انحدار الجوانب وعميق بالنسبة لاتساعه. أحبتي في الله، بعد الاستماع إلى الفيديو أشكر لكم هذا الإنصات والمتابعة. من خلال هذا الفيديو أحب أن أطرح سؤال: ما هي الأشكال التضاريسية الناتجة عن الانكسارات؟ هيا بنا. اثنين. عندنا الجبال الانكسارية مثل جبال الحجاز وعسير واليمن، لدينا بعض الصور لها، جبال الحجاز وجبال عسير واليمن في هذا الجزء يا شباب، وعندنا جبال البحر الأحمر في غرب الساحل الغربي للبحر الأحمر. النوع الثاني تكون الحافات الانكسارية مثل الحافة الانكسارية في شرق إفريقيا. الحافة الانكسارية في شرق إفريقيا شديدة الانحدار جدا جدا جدا، كما في الصورة موضحة. شايفين الشباب؟ شايفين الانحدار عظيم جدا، سبحان الله. لدينا الأغوار مثل غور الأردن ومنطقة خليج العقبة. هذه منطقة غور الأردن، أيضا منخفضة وشديدة الانحدار، وهذا هو منطقة خليج العقبة، الأغوار المنخفضة. رابعا تكون الخوانق الأرضية العميقة، كما شاهدنا في الفيديو نهر خانق إيش؟ أحسنت، خانق نهر كولورادو. هذا هو، شوف تحس انه شيء مخنوق، خانق نهر كولورادو كما واضح في الصور. إذن لدينا أشكال متنوعة، أشكال عديدة نتجت بقدرة الله بسبب الانكسارات. ما الأشكال الأرضية الناتجة عن الانكسارات مرة أخيرة أحبتي في الله؟ واحد، تكون الجبال الانكسارية مثل جبال الحجاز وعسير واليمن. تكون الحافات الانكسارية في شرق إفريقيا. تكون الأغوار المنخفضة مثل غور الأردن وخليج العقبة. تكون الخوانق الأرضية العميقة مثل خانق نهر كولورادو. أبنائي، شكرا شكرا من القلب إلى كل من تابع وكل من شارك وكل من ساهم معنا أحبتي في الله. إلى اللقاء مع الدرس القادم إن شاء الله عز وجل.